هل بتعشق الترند مهما نكلفها من فضايح؟ هل هي كالشيطان الأخرس الساكت عن الحق؟ إيه سبب رسالة الفنانة نجلاء فتحي ليها وقالت لها إيه؟ وإيه سبب زياراتها المتكررة للمأذون؟ ليه اتهمت أختها بالردة؟ وليه قبلت إنها تخلع الحجاب عشان مشهد في مسلسل؟ ضيفتي الليلة الفنانة ميار الببلاوي. مستعدة؟ هو في حاجة؟ ما اعرفش هيبان. مش انت حبيبتي؟ لا انا مش حبيبة حد على الترابيزة دي. يعني برا يعني في الكواليس كل ده كان كلام عادي يعني. انا مستعدة. انا بتحول هنا. وانا هتحول لك. اتفضلي. يلا بينا. جاهزة جدا. بس من الاول غير مسموح باللف والدوران ولا بألاعيبك اللي انا عارفك. هتجاوبي مباشرة وصريحة. أنا بعمل ألعيب، ده مفيش حد واضح زي بس كده، لما نشوف. يلا نبدأ. بسم الله. أول فيديو. قلت عبد الله ظاهر بعد السنين دي، استنى أنت أمر ربنا من حد معين؟ كل اللي ظلمني ربنا يقتص فوطن، يأخذ حقه، ياخذ حقي منه أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر، ربنا مس سامحة ميار، سامحة ميار. شوف أنا كنت مسامحاها. أنا كنت أول مرة لما كنت سمعت وما كنتش أخد منها إيه، كتر خيرها برضه قالت، قلت إن ربنا قبل ما أموت أسمع نصرتي وكرمي من ربنا. بيقولوا إنك أنتِ بتكتمي الشهادة وبتسكتي عن الحق والسكت عن الحق شيطان أخرس. صح؟ وأنتِ ست متدينة ومن يسبك كذلك ويزكيكي على الله، ردي. ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانما فانه اثم قلبه. ده انت كتمتيها 23 سنه يا حاجه. انا ما كتمتش حاجه خالص، ما كتمتش حاجه. في فرق بين انك تكتمي وانك ما تبقيش فاهمه. وانت عارفه يعني 23 سنه انا ما كنتش يعني كبيره انف قعدتي 23 سنه مش فاهمه، لانه خلاص هو اصل انت في حدث لو ما حصلش في ساعتها ما بيبقالوش اي جدوى. الست دي انت كنت عارفه انها مظلومه ومعاكي دليل براءتها 23 سنة وساكتة، أو أنت يعني كنت تظني إن ده دليل براءتها؟ شلتيه في الخزنة وما رضيتيش تطلعيه، ده أسميه إيه؟ ده تسميه إن أنا في الوقت ده ما كانش في إيدي أي حاجة، يعني لا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر ولا عايزة يعني ولا كنت أقدر أوصل لها أصلاً. يا سلام. طبعاً. لا، واولا كان في تضارب في الاقوال انا ما كنتش فاهماها. بس خليني اقول لك مرحله كان لازم يعني اوضحها. انا مجرد بسرد موقف حصل، بقول للشخص ده بقول له ده حصل كذا كذا كذا، فانا ساعتها كنت فاهمه غلط ان وفاء دي او مع احترامي ليها ان هي بريئه. فوجئت بقى، عارفه لما حد عارفه انفار اللي يلاقي جبنه رومي يقرقط فيها، كان صعب قوي. وانت عايزة واحدة لما تتسجن 23 سنة ويبقى معاكي دليل براءتها وهي كانت بريئة. مظلومة مش بريئة. مش الله بريئة. مش بريئة وملهاش أي علاقة بالبراءة. أنا ساعتها هند عاكف أقسمت بالله إنك أنت كلمتيها وكنت بتبكي بحرقة. أيوة. وقلت لها انه الموضوع عندك دليل على براءة وفاء مكي. نرجع لي وان انت خايفة تقابلي ربنا قبل ما تقولي الحق. ايه اللي خلاكي بقى تجيبي الورا تاني؟ لا انا ما جبتش ورا. بصي، اولا انا كنت بعيط مع غيرتي اقوالك ولا لا؟ انا ما عيطتش مع هند خالص. هي عند يعني حسابها عند ربنا، ما حصلش عياط. امال ايه اللي حصل طيب؟ واحدة بطلعة بتقول ان هي مش لاقية تأكل ابنها، بتستغيث علشان هي مش لاقية تاكل. هل انا يعني انا زميلتي فقلت يا جماعة يعني خلاص بقى يعني سيبوها في حالها يعني. يعني انت كنت بتكذبي ساعتها؟ لا ما كنتش بكذب طبعا، لان الموقف ما حبيبتي تحليل الموقف اللي حصل لا يفيدها ابدا. طب ممكن اقول لك حاجة؟ هو ايه القصة بالظبط عندك؟ القصة ان انا واحدة جت لي وجابت لي شغالات
انا كنت طالباهم، وانا كنت نازله بسرعه رايحه فرح بنت خالتي، فقالت لي خديهم، فقلت لها انا كنت محتاجه لهم جدا، كان ابني بيبي وكانت لسه الداده بتاعته ماشيه، فبقول لها اوكي هاخدهم، ما طلعوش عندي ده في مدخل العماره واقل من دقيقه، فبتقول لي مين دولت، فقلت لها وريهمني، فلقيت واحده فيهم واحده ميتانه على نفسها كده يعني بتاكل وزي ما كنا عسانه، والثانيه واقفه كده برده يعني متضايقه، فقلت لها دي جابها غصب عنها ولا ايه؟ تعالي يا حبيبتي انا هاخد واحده بس، قالت لي لا هم مش هم الاثنين مع بعض، فالبنت الثانيه عايزه توريني ان شعرها محلوق، فقامت عامله هرشه فالشعر بنزل، فقلت لها ايه ده؟ هي مالها كده؟ قالت لي لا ده الاستاذه وفاء قالت ان عندها قراع وحلقت لها شعرها، فانا فقلت لها عندها قراع وجايبها لي لابني، يلا يلا روحي 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 مش عايزاهم، ده الموقف اللي حصل. ايه بقى براءه وفاء في حاجه زي كده؟ اه لا طبعا ده انت قلتي دليل براءتها اهو. ايوه خلينا بقى نقول هل لا 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 ثانيه واحده يلا يلا، وانت اللي قلتيه ده مش دليل براءه وفاء مكي؟ بايه؟ بان هي مش كانتش قصده انها تعذبها، وانها من ضمن التعذيب انها تحلق شعرها، من ضمن التعذيب ان هي كانت بتحلق لها شعرها وبتحرقه لها، بتحرقها في دماغها، انا ما شفتش ده. ده الكلام اللي اتقال؟ ده الكلام بقى بتاع طب ما تقولي اللي عندك وخلاص. هو ايه؟ بصي اللي عندي بقى ان انا لا اعرف، انا قلت لها هم البنات دولت، قالت لي اديني فلوس عشان اروح اوديهم عند حد تاني، فقلت لها انا عايزه اخلص، اديت لها، قلت لها طب ماشي، كلمت لها لحد اللي هي كانت عايزاه، قالت لي ما لقيناهوش، فقالت لي طب هاتي فلوس بقى عشان ارجع البلد. قلت لها هو انتوا فين؟ قامت قالت لي والله ده دول كانوا بيشتغلوا عند استاذه وفاء. هل هم جايين من عند وفاء ولا هم جايين من البلد عليا؟ انا ايش عرفني؟ يبقى فين بقى دليل براءه؟ هاتهولي بقى. ممكن ثانيه، انت كل اللي قلتيه ده دليل براءه وفاء. اه انا عايزه دليل براءتها ده اللي فيه. ان هي اصلا البنت كده الست اللي جايبها لك كان ممكن تقول لك في الشارع، قالت هي ما عندهاش اي مرض جلدي، ما عندهاش. انت مالك ده؟ يعني معنى كده ان التعذيب واقع يا حبيبتي؟ يعني هي اتحلق لها واتحرقت في شعرها، وده اللي اقره الطب الشرعي ان في مالك انت تحكي الواقع واللي حصل واللي في ضميرك واللي سمعتيه، المحكمه بقى التحقيقات كل الناس هو دي حد طلب تاخد اجراءاتها لوحدها. هقول لك حاجه، حد طالب شهادتك السر ده في الموضوع ده خالص؟ لان لا هتتكلمي فيه، مش مضطره. لا مضطره، لازم. انا ممكن امشي عادي، انا مش عايزه اتكلم. مش هتمشي غصب عنك، هتقعد. اوكي بصي انا هقعد عشان بحبك وبحترم جمهوري. هو انت هتقعدي تقولي اللي انت عايزاه، يا تسيبي الحلقه وتمشي؟ بقول الحق يا حبيبتي افهميني، انا ساعتها وفاء دي كانت بتصور مع مسلسل مع نجوم كبار واسامي كبيره، الناس دي راحت شهدت في ان هم كانوا مع وفاء وشافوا البنت في اللوكيشن، ومحدش خد بكلامهم لان الطب الشرعي كان صريح والحوادث كلها والقرائن، وكان فيه شهود وفي كل حاجه. يعني انت رحتي قاعده كده بعد ما عرفتي السر ده قلتي يا ده الطب الشرعي قال كذا، لا يا دي هي خدت التحقيق عمل كذا، لا يبقى شهادتي مش هتعمل حاجه. مش كده خالص. وانت مالي حبيبتي؟ انا طلبت ان انا اروح اشهد، قالوا لي انا لو انت رايحه تشهدي في حاجه هتروحي من غير المحامي بتاعك؟ انا البس هدومي واخد ابني على ايدي وانزل اروح اسم ولا اروح المحكمه اقول لهم لو سمحتوا عايز اشهد في وفاء مكي؟ لا، كلمت المحامي بتاعي قلت له الموضوع حصل كذا. تروح اروح ازاي؟ اروح طب اخد المحامي بتاعي معايا؟ طيب تروح. لا انا ما اروحش لوحدي، انا كنت انا وابني لسه يعني على ايدي، ورحب قلت له يا انت محتاجه عزومه عشان تقولي يا حبيبتي لازم اخد معايا محامي، هل منطق ان انا اروح حته من غير محامي؟ انت واحده شاهده محتاجه المحامي في ايه؟ لا انا مش عرفني، انا اروح اقول حاجه مجازه ودورها بحاجه. طب ما رفعتيش سماعه التليفون؟ رفعت على السماعة. اي حد وقلتي له ليه؟ رفعت السماعه. نقيب الفنانين ما قلتلوش ليه؟ انا ما كانش ليا قوي كلام لان انا كنت ساعتها معتذره وقاعده في البيت بربي يعني بعد الحمل، انا كنت ماليش علاقه بالفن خلاص. انا اللي كلمته الله يرحمه. لا كلمت فارس حماد، انا اول مره اقولها. ولا خفتي من رساله التهديد اللي جات لك يا حبيبتي؟ ده لعبه عملها جوزي، رساله التهديد دي جوزي مش عايزني اروح افتح علينا فتحات. بعد ما رجعنا من سوريا قال لي بطلي هبل، قلت له انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص اتحكم عليه. قال لي حبيبتي انا اللي كاتب لك، قلت له يعني اكيد الناس اللي عملوا معاه كده او الناس كده هددوني. قال لي يا بنت انا اللي كاتبها لك. طب ما اولى انك لما تعرفي انه ده ما كانش تهديد مباشر انك انت كنت تروحي وتقولي الحقيقه. لا حقيقه ايه يا روحي؟ ما اللي عرفتيها انا بس. سالت المحامي ساعتها وسالت فارس حماد، قالوا لي يا حبيبتي كلامك لا يقدم ولا يأخر لان في ناس كانوا معاها في اللوكيشن ونجوم كبار راحوا وقالوا شهادتهم. ميار نقفل الموضوع ده منك ليه؟ والله خلاص انا راضيه ضميري، الست دي مش بريئه. بس طالما انت ضميرك راضي ولا عمرها كانت بريئه. وثلاث بصي يا حبيبتي، هل احنا هنا بنشكك في القضاء؟
ثلاث دواير عدول، ثلاث دواير عدول. ايه ما تدخليش القضاء في الحوار بتاعك. طب يا حبيبتي القضاء كان قدامه كل المعطيات. مالكيش دعوه بالقضاء، انت ليكي دعوه بانك انت كان عندك ضمير وازعم انك تملكي ضمير، كان واجبك انك انت تقولي اللي تعرفيه ومالكيش دعوه. انا قلته الحكم بقى يتغير، القضاء ياخد بكلامك، كلامك هو حر. هنسمي الفقره دي ميار العيب. يعني اعتبر اللي بعده براحتك. اتفضلي اللي بعده. ايناس قد غيدي ترد على ميار الببلاوي، هو كل واحده لبست طرحه هتدعي علينا؟ بتضحكي؟ اهربي اهربي. لا كانت بترد عليكي على فكره. انت اللي قلتي انك رحتي الحرم ودعيتي عليها على فكره. بسبب ايه؟ بسبب مشاهد فيلم ديسكو انا ما كنتش بحب. ميار. نعم يا مسلم. جاوبي. اجاوب على ايه؟ جاوبي على السؤال، اشرحي ايه القصه؟ القصه ان انا ما كنتش عايزه اعمل كل المشاهد دي في فيلم ديسكو. بجد ما اللي هي عباره عن ايه المشاهد اللي انت كنتش عايزه تعمليها؟ لا مشاهد كتيره ما كنتش عايزاها، ولا كنت عايزه البس مايو، ولا كنت عايزه مشهد عمره بجليل، ولا مشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وانا الحمد لله يعني اتحجبت، فمش عايزه حاجه زي كده تتعرض، ولا عايزه حد يجيب سيرتها. المشهد دوت مشهد ما يصحش ولا لا يليق برمضان. بتتكلمي بنت عندها 19 سنه صح، وفرحانه بانها دخلت التمثيل وبتشتغل قدام نجلاء فتحي وصلاح زرفق. عارفه الناس اللي انت كنت بتعملي كده قدام التلفزيون، عمرك ما كنت تحلمي اصلا انك انت تشوفيهم فيس تو فيس، مش تشتغلي معايا وتبقي بطله فيلم. اوكي فكنت لازم يعني انا كنت مطيعه جدا، وكنت حابه الموضوع جدا. وبس المشهد ده انا برضو متربيه في بيت متدين، ما كنتش قادره. كنتش محجبة طبعا؟ لا انا كنتش محجبة، وكنا زي احنا صغيرين كلنا يعني، الدنيا جميلة يعني. طيب وبعدين دخلت بقى عشان اعمل المشهد دوت، المشهد ده قلت لهم طب نعمله بعد الفطار. لا انت كنت صايمة؟ اه طبعا. احنا كنا نصور في الديسكوتيك اسبوعين، انا واختي الوحيدين اللي صايمين. فاحنا بنصور بالنهار، طول النهار بنصور في الديسكو. يعني بقيت زمايلك في الفيلم ما كانوش صايمين؟ لا انا بتكلم على الشباب، انا ما شفتش بقيه زمايلك الشباب يعني. يعني الفنانين الشباب. طبعا، لان ما كانش ينفع كل المشاهد وهم بيشربوا مش هيعملوا ايه. ده وجهه نظر يعني، ده وجهه نظر الاخراج. طيب وبعدين فوتر. وبعدين فاليوم دوت انا جريت. طب انا قلت لهم طب هغير هدومي، هدخل حمام. دخلت الحمام وقفلت عليا، دخلت تواليت وقفلت عليا. فطبعا استاذه الناس اتعصبت والدنيا كلها اتقلبت، لانه خلاص يعني انت قاعدين ساعتين لحد الفطار عشان تطلعي تعملي المشهد، عايزين نخلص ونمشي. يعني كان لازم حد يقنعني، وعمال اعيط جوه، واختي تقول لهم طب انا هخليها الناس اللي هم بتضيع وقت. وبعدين جت استاذه نجلاء. طبعا انت عارفه هي بالنسبه لي شيء مقدس، حته القمر، حته السكر اللي ما كناش حاسين ان هي نجمه ولا متعاليه، كانت بموت فيها. هي لو قالت لي ارمي نفسك بجد بموت فيها. يا ست كملي. ده انا كل واحده دي ايقونه، دي جميله وانا بحبها، بس انا مش خشي في الموضوع. طيب خليكي مباشره. ايوه جت قالت لي يلا حبيبتي عشان تعملي المشهد، واقنعتني. فقمت فتحت الباب، بس بجد ما عملتش المشهد الا بعد. اقنعتك ازاي يعني؟ عايزه ايه؟ اقنعتك ازاي؟ ايه يا بنتي؟ يعني بتقولي نجلاء فتحي اقنعتك ازاي وانت كنت بهذا الاصرار؟ قالت لي رمضان ده بتاع الفقراء بس، ما بياكلوش فيه الفقراء، عشان يعني احنا ما بناكلش في رمضان. ما تشرحيش، قولي الجمله، مش مطلوب منك تشرحي. قالت لي رمضان دوت احنا ما بناكلش فيه علشان نبقى زي الفقراء، وعشان الفقراء ما يحسوش ان احنا بناكل وهم لا، فيعني الموضوع مش محتاج انك تعملي كل ده، ما تخافيش والموضوع هيعدي. مش فاكره الكلام كويس. بس انا عايزه اقول لك على حاجه غريبه يا ميار. اتفضلي. دوما تزعلي مني. دلوقتي المشهد ده كان مطلوب منك انك انت تعمليه، وانت كنت معترضه انك تعمليه في رمضان. لا قبل الفطار. هو ايه الفرق بين قبل الفطار وبعد الفطار؟ ومشهد غلط واحد. ايوه بس انا ومشهد انت يمكن اخلاقياتك معترضه عليه. انا اهلي صعايده الدنيا. طب وايه اللي اجبرك تعملي؟ كنت بقول لك انا كنت في بدايتي وعايزه فيلم وعايزه اظهر. عايزه بقى ده من ضمن التنازلات اللي بيقولوا عليها الناس. يس ده كان من شكرا لصراحتك. انا لو منك يا ميار تقولي لي اللي بعده من فضلك. قولي لي. ما بحبش حد يعني. قولي لي اللي بعد. حد ينده لي اخويا من على القهوه. في ايه يا ستي؟ ميار الببلاوي
كنت جامده في الجامعه ونص الشباب بيحبوني وتزوجت 4 مرات. وتجيلي بدله رقص تلبسيها فوق العبايه وتقولي لي ما انا كده محجبه؟ مش هسمح بالكلمه دي لو سمحتي. لا 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 كده هتزعلي. اتجوزتي كم مره يا ميار؟ اتحايل على شويه انا قريب. بقول لك ايه؟ مين الفنانه اللي كانت حاطه لك سم في الاكل؟ مين يا حاجه؟ مين يا ميار؟ انت مين فيهم؟